بمناسبة إقامة كأس سوبر في طبعتها الثامنة، تأكدت القاعدة التي تقول بأن الجماهير هي ملح المباريات في كرة القدم، ورغم ارتفاع مؤشر درجة الحرارة الذي توقف عداده عند الرقم 45، إلا أن ذلك لم يحد من عزيمة الأنصار الأوفياء من المسمعية للتوافد على مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. جماهير بطل الدور العام الماضي والتي منت النفس باستهلاد الموسم الكروي الجديد بلقب من جهة، وتكريس الهيمنة على الجار المولودية في آخر ثلاث مواسم من جهة أخرى، خاب ظنها هذه المرة. فخلال الشوط الأول من المباراة تابعته جماهير سوسترة على الأعصاب وفي صمت مطبق، وبمجرد انطلاق مجريات الشوط الثاني الذي ساده توازن في الأداء من كلا الجانبين، انطلقت هتافات الاتحاديين ومن دون توقف. ففي كل هجمة يقودها أبناء المدرب أوبر فيلود إلا ووقفت لها الأعداد القليلة منها طمعا في هز شباك الخصم، لتحل الدقيقة 80 وينزل وقع هدف عواج كالقاضية على من حضر من عشاق الحمرة والكحلة في انتظار لقائهما في بطولة هذا الموسم.